قد يقول بعضهم الشيخ: كيف نرى المسلمين؟ يعني نقول نحن نرى المسلمين في ذلة وضعف، والكفار أعداؤهم في عزة ومنعة، كيف توجهون هذا؟ ليس هذا من باب الذل، وإنها ما هذا من باب الامتحان والابتلاء، وقد يكون فيه تكفير الحمد لله لسيئات المسلم ما يجري عليه من المصائب أو من الضعف، فإنه يكون تكفيرا لسيئاته، أو يكون فيه ابتلاء وامتحان له ليصبر ويحتسب، أو في الحقيقة ليس إذلالا له، وإنما هو إصلاح له، إصلاح له وسبيل إلى العزة والكرامة. أما ما يجري للكفار من قوة مادية فهو من باب الاستدراج، باب الاستدراج والإهانة لهم ليزدادوا إثما والعياذ بالله. نعم.